كشف المؤتمر الدولي الثامن لمرض السكري الذي انعقد بالقاهرة عن زيادة عدد مرضى النوع الأول في مصر إلى 8.5 ملايين مصري بنهاية عام 2018، وهم يحتاجون يوميا إلى حقن الأنسولين. كما كشف المؤتمر أن النوع الثاني من السكر وصل إلى 39 مليونا، وهؤلاء يمكنهم السيطرة على أعراض المرض بطرق غير دوائية، بالإضافة إلى أن حملة 100 مليون صحة كشفت عن وجود ملايين المصريين المعرضين للإصابة. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور خالد سمير، أستاذ القلب بالقصر العيني. أهلا بك معايا دكتور خالد. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبدأ من المعلومات اللي ذكرها عميد المعهد القومي للسكر اللي قال إن مصر في رقم 9 على مستوى العالم في الإصابة بمرض السكر، وإنه من المتوقع إن على عام 2035 نكون رقم 7 للأسف. إيه سبب انتشار هذا المرض عندنا يا فندم؟ طبعا مرض السكر من الأمراض اللي بتلقى اهتمام كبير على مستوى العالم، خاصة من منظمة الصحة العالمية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لبداية حملة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية أو غير المعدية، خاصة مرض السكر ومرض الضغط. يعني هناك أرقام مفزعة أصدرتها منظمة الصحة العالمية، منها أن هناك عملية بتر كل 20 دقيقة على مستوى العالم بسبب مضاعفات مرضى السكر. ومرض السكر للأسف في مصر بياخذ بعدا خاصا نتيجة لبعض العوامل التي يعني تزيد من خطورته، أهمها السمنة وأهمها طريقة الحياة، يعني قليلة الجهد، عدم الاهتمام بالرياضة، عدم الاهتمام بالمراقبة الصحية والكشف المبكر. كل هذه أسباب بتؤدي إلى انتشار مرض السكر في مصر، ولذلك هناك اهتمام حاليا على مستوى الدولة وعلى مستوى الشعب بمحاولة الكشف المبكر عن هذا المرض والسيطرة عليه قدر الإمكان، خاصة النوع الثاني. يعني طبعا مرض السكر هناك منه نوعين، نوع يظهر في منذ الطفولة ويحتاج منذ البداية إلى الحقن بالإنسولين، وكما ذكرت حضرتك يعني ما يقترب من 9 ملايين مصاب بهذا النوع. النوع الثاني وهو الذي يظهر مع الكبر ويكون نتيجة لقلة إفراز الإنسولين أو زيادة يعني مقاومة الأنسجة للإنسولين نتيجة قلة المستقبلات، وهو يظهر في سن متأخر ولا يظهر حاجة، وإنما يظهر بعد سنة، يعني عندما يبدأ يبدو صامتا ولا يكتشف الإنسان إذا لم يقم بالبحث والتأكد من عدم وجوده، إلا عندما يحدث مضاعفات سواء بزيادة نسبة السكر في الدم. يعني يا دكتور خالد لازم نكشف بشكل دوري ولا نعرف إزاي؟ من المفترض أن يجب أن يكشف دوريا الطفل في السنوات الأولى من العمر مرتين على الأقل كل عام، ثم بعد سن 7 إلى 10 سنوات مرة سنويا، حتى سن 35 نعود مرة أخرى إلى مرتين كل عام. ده الإنسان غير المصاب بأي مرض، بيكون الكشف ظاهري وأشعة عادية وصورة دم مع بعض التحليلات، ومنها تحليل الهيموجلوبين الخاص بحمل السكر هيموجلوبين A1C، والذي يظهر مستوى السكر، متوسط مستوى السكر خلال الأشهر القليلة قبل التحليل، ويمكن بوضوح أن يبين استعداد الإنسان للإصابة بالسكر أو إصابته بالفعل. طب دكتور خالد ممكن تشرح لنا، هل هو مرض وراثي؟ يعني هل يعني اللي والده ووالدته مثلا لا قدر الله عندهم سكر، هل من المتوقع ان هو كمان يجي له سكر، ولا الناس بتتولد بيه، ولا يمكن الاصابه بيه حتى لو ما عندكش في العيله اي مرضى سكر؟ هناك طبعا تاثير عائلي لمرض السكر، الذي لديه تاريخ عائلي الإصابة بمرض السكر لديه قابلية كبيرة جدا للإصابة بمرض السكر، ويعتبر فيه خطورة
كبير الإصابة به، ويجب عليه أن يقوم من سن مبكر بمتابعة مستوى السكر في الدم ومحاولة الكشف المبكر على حدوث ارتفاع في مستوى السكر في الدم حتى يبدأ العلاج مبكرا. الإجابة نعم، إنه مرتبط ب يعني ليس ارتباطا مباشرا وراثيا يورث مباشرة، لكن الاستعداد للإصابة هو فعلا موجود، وهم الآن بصدد الكشف عن الجينات المسؤولة عن هذا الاستعداد الوراثي حتى يمكن أن يكتشف الإنسان منذ ولادته مدى استعداده لأمراض منها مرض السكر حتى يمكن أن يتخذ الإجراءات أو يعيش بالطريقة المناسبة مع ذلك مع تلك الخطورة. طب دكتور خالد، حملة 100 مليون، أكيد حضرتك عندك المعلومات دي، بس حملة 100 مليون صحة كشفت أن عندنا في مصر 2.5 مليون مواطن عندهم احتمالية كبيرة أن هم يصابوا بمرض السكر. في رأي حضرتك دكتور خالد، إيه المفروض أن الدولة تاخده من احتياطات ومن خطوات دلوقتي عشان تكون مستعدة لمواجهة الخطر ده؟ أنا أعتقد أن الرقم أعلى من ذلك، وربما ده الرقم اللي تم التحليل لهم ووجد عندهم مستوى السكر يعني قريب من المستوى الذي ينبئ بإصابة يعني بعد فترة وجيزة. لكن طبعا احتمالية الإصابة بمرض السكر في بلد 100 مليون مواطن قد تكون أكثر من ذلك بكثير. الإجراءات زي ما قلنا بتشمل الكشف المبكر، والكشف المبكر لا يمكن أن يكون إلا بمتابعة نصف سنوية على الأقل بعد عمر 30 إلى 35 عاما، متابعة مستوى السكر في الدم أو متابعة نسبة الهيموجلوبين المحمل بالسكر، وهو التحليل الدقيق الذي يكشف عن مستويات السكر في فترة قد تصل إلى شهور ما قبل التحليل، ويظهر بوضوح يعني إمكانية الإصابة بالمرض. إحنا بنقسمه مثلا في نسبة بتكون معناها أن الإنسان عرضة للإصابة بمرض السكر، وفي نسبة أخرى أن الإنسان مصاب فعلا بمرض السكر حتى إذا لم يظهر عليه أي من أعراض السكر أو لم يبدو عليه ارتفاع كبير في لحظة التحليل. التحليل السكر العشوائي لا يمكن له أن ينفي الإصابة بمرض السكر، ويمكن أن يثبت الإصابة بالمرض لكنه لا يمكن أن ينفي الإصابة. لذلك بعض الأحيان يعني قد يكون التحليل يعني مضللا إذا وجدنا أن مستوى السكر ليس مرتفعا في تلك اللحظة، ربما لأن الإنسان لم يتناول سكريات، صائم بقاله يعني لفترة، أو متناول دواء، أو قام ببعض المجهود قبل التحليل. لذلك ينصح بعمل تحليل الهيموجلوبين المحمل بالسكر لأنه هو التحليل الحساس للكشف المبكر عن مرض السكر. طب دكتور خالد، سؤالي كان ايه اللي الدولة المفروض تعمله؟ يعني لو احنا بنواجه هذا الخطر وبهذه الأرقام وعارفين ان في المستقبل القريب في أرقام أعلى من كده هتكون موجودة من مصابي مرض السكر، إيه الاستعدادات اللي المفروض تقوم بيها الدولة نفسها بعيداً عننا إحنا كمواطنين وأفراد لحماية صحتنا؟ يعني تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هو الحل الوحيد ل يعني كل المشاكل المنظومة الصحية المصرية. لا يمكن للدولة وحدها أن تقوم ببرامج، حتى ما يعلن أنه يمكن عمل حملات والكشف والعلاج هو كلام طبعا قد يكون متفائل زيادة عن اللزوم. نحن حتى نستطيع علاج 100 مليون مواطن نحتاج ميزانية تقترب من حوالي 600 إلى 700 مليار جنيه سنويا من كل الأمراض طبعا. فلابد أن يكون هناك منظومة متكاملة تعمل على توفير رعاية صحية ذات الجودة، وفي نفس الوقت تعمل على توفير التمويل اللازم لتغطية هذا الحجم من المواطنين. ومن خلال التأمين الصحي يكون هناك طبيب الأسرة الذي يلجأ إليه المواطنون دوريا للقيام بما قلنا عليه، لأن الكشف المبكر لا يمكن أن يكون إلا بزيارات على الأقل نصف سنوية والقيام بالتحليلات المطلوبة للتأكد من خلو المرض وللكشف المبكر عن احتمالية المرض وتقديم النصائح الطبية
تغيير نظام الحياة، إدخال الرياضة، تقليل نسبة السكريات، وحتى البدء بتناول بعض الخضار الطبية التي تزيد من حساسية الأنسجة للأنسولين أو من إفرازه، كل ذلك لمنع يعني ظهور المرض بشكل كامل على من يوجد لديهم استعداد للإصابة به. بنشكرك، شكرا ليك الدكتور خالد سمير أستاذ القلب بالقصر العيني، كنت معنا من القاهرة، شرفتنا يا دكتور خالد. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا.